انا نفسي بشوف المدير الفني بيتكلم معايا بيقول لي ناقصك ايه بشتغل عليه. ده مش عيب خالص، مش عيب لما الواحد يطور من نفسه خالص، ده لا بالعكس خالص، ده حاجه كويسه في صالحه هو. طبعا الحمد لله بحمد ربنا على المشاركه، وربنا ده توفيق من ربنا طبعا اللي هو في ظهري كده، وان انا بتمرن كويس ربنا ما بيضيعش مجهودي في الملعب. لكن شخصيه الاهلي النهارده برده موجوده، الجو صعب جدا، يمكن ده بيخلينا برده نسال يعني فرقه او بالامكانيات ديت وبلد زي الامكانيات اللي احنا فيها دي نظمت كاس عالم، يعني جنوب افريقيا نظمت كاس عالم 2010 وكاس القارات 2009 ونظمت امم افريقيا وبتنظم ماتشات كتير جدا، ليه نلعب الساعه 3؟ يعني ازاي تلعب الساعه 3 ليه؟ انهي عائد فني ممكن يرجع؟ عشان المولدات الكهربائيه يعني فرقه او نادي او بلد عملت كل ده يعني غلبانه انها تعمل مباراه بالليل الساعه 6 على الاطار الفني او للشكل الفني. اعتقد ان الاتحاد الافريقي محتاج ان هو يعيد النظر في ده، يعني لو قلنا الناس اللي بتروح في ادوار تانية زي مازيمبي زي سان داونز لازم الناس تلعب بالليل، لازم الناس يبقى في اجواء كويسه او مناخ كويس. ما اعتقدش ان في اسيا ابدا ولا في اوروبا فرقه بتلعب الساعه 3 في درجه حراره عامله زي ديت.